تركزت التشققات الناجمة عن الهزة العرضية المسجلة بولاية ميلا ببلدية عاصمة الولاية على مستوى المدينة القديمة المتضررة أصلا سكنتها. خرج ولد خسي وهبط له تلقاها مشقوقة برك وخرجنا للزقاق بالجري كيفاه. شدي ساعت شد أنا قاعدة هنايا ساكت الدنيا راحت وجات بيا شدي. مانليس نوضو 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 جات الدنيا بعدها شدي لقيت هذه مالت هيدو هذه هي مالت هيدو وأنا قاعدة في البليسة هذي. نجت عائلة بأكملها منهم ثلاثة معاقين من الموت بفضل تدخل الجيران بالوقت المناسب. كي طاح العيط غمينا بالدخانه ما قدرتش نعيط لبنات نهربها وليت نشهد ونستغفر فيها ربي وما مساكين هذوك زوج جاتهم وهذا طيش روحو على الطاقه وهذا داهم السبيطار في زوج. وفيما هرعت العائلات خارج المساكن دفعت الحمايه المدنيه بالمزيد من الدعم ميدانيا للوقوف مع المواطنين الذين اصابهم الهلع والخوف. في بلدية ميلا فيه يعني الحي القديم لميلا لاسكون ابيرين فيو ميلا فيه بعض المنازل اللي في حالتها يعني كي دات وقت يعني الرومان يعني منازل قديمة وقديمة جدا أصابها بعض التصدعات وبعض التشققات. وإن نجت الجسور فإن الطريق الوطني 27 شهد سقوط كتل صخرية معتبرة تسببت بغلقه. لاحظنا سقوط حجارة كبيرة بحجم كبير على مقطعين قمنا يعني في نفس الساعة يعني الأقراص تقدير نص ساعة ليبرينا يعني حررنا الطريق من سقوط الحجارة في المنطقة الأولى. صوب الجبال تحركت العائلات نتيجة تضرر المساكن المتباينة الأضرار بالمدينة القديمة والتي شكلت محور التدخلات لجميع المصالح.